يا سلام يا سلام، الحمد لله يا رب العباد. هذه الراحة اللي كل واحد يتمناها. اني افسخ ملابسي شوي. وين بتروح بتخليني يا اخي؟ ليه طيب هذا اللبس؟ لازم نحلل كل ريال. لو يدرون كم سعر الفندق هذا والله العظيم ما يدرون انه بننام ثلاثة على السرير. طيب عيال صبر نبغى نشوف وش عنده. مشي وش ذي؟ شيء شفت هذا؟ ايه 13000. ايه كلها بالغلط بس. ليه؟ 7842 ريال. هاي طيب عاد ياخذ منها؟ ايه 10000 بس الوحدة. ما يقدر عادي. طيب خلاص دامنا دافعين خلنا ندفع. هذه طيب وش ذي؟ في وش ذي؟ ايش؟ ايه حق الخمط ذي. والله يلعن بليسك. والله؟ صدق والله. شلون خمط؟ حق الثلج، حق الثلج. ايوه لازم هذا يفتح الحمام.